بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا درسنا الأول من دروس شرح البيقونية في مصطلح الحديث. إذا كان الصوت واضحا أو فيه إشكال نبهوني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك. بداية نتكلم عن المتن الذي سنشرحه وعن علم الحديث بشكل عام، ولماذا نحن نتعلم هذا. أولا نقول علم الحديث بشكل عام هو العلم الذي من خلاله نستطيع أن نعرف مدى صحة القول المنسوب لقائل ما، سواء كان القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام. من خلال علم الحديث نستطيع أن نعرف صحة نسبة القول إلى هذا القائل، وخاصة يكون الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي دين وليست مجرد أقوال. فالتثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنتج تفاصيل علم الحديث، لأن أصل علم الحديث موجود في الأذهان كما سنأتي إلى ذلك بعد قليل. لكن تفاصيل علم الحديث بطريقته الموجودة حاليا والموجودة على أيام الأئمة أوجدت للتثبت بشكل تقريبا قطعي من نسبة الأقوال إلى قائلها. الآن عندما نقول مصطلح الحديث، طبعا بداية المنظومة التي سنشرحها الآن تسمى المنظومة البيقونية. كلمة منظومة يعني مجموعة من المعلومات نظمت على شكل أبيات شعرية. كل ما ينظم على شكل أبيات شعرية يسمى صوت قطع. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. كل ما ينظم على شكل أبيات شعرية يسمى منظومة، أما ما يكتب كتابة عادية فيسمى نثرا. هناك نظم ونثر. البيقونية نسبة إلى كاتبها، الكاتب حقيقة نحن لا نعرف الاسم تماما، منهم من قال عمر ومنهم من قال طه، ولا نعرف له ترجمة حقيقية أو ترجمة نعرفه جيدا من خلالها، ولكن لعل الله جعل أو لعله عندما كتب هذه المنظومة كانت نيته صافية، أراد بها وجه الله عز وجل، فكتب له أن تبقى إلى زماننا وما بعده إلى ما شاء الله عز وجل، وكل ذلك بالإخلاص. المنظومة البيقونية تتكلم عن شيء وهو مصطلح الحديث. ما الفرق بين مصطلح الحديث وعلم الحديث؟ مصطلح الحديث هو جزء من علم الحديث بشكل عام. ما هو طيب مصطلح الحديث؟ كلمة مصطلح عندما تصطلح فئة من الناس على أن هذه الكلمة لها معنى معين ستصير هذه الكلمة مصطلح. مثلا كلمة كتاب، نحن عندنا كلمة كتاب تعني جلدتين وبينها أوراق، هذا الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة، ولو أن هذه الكلمة لها أكثر من معنى. حاسوب معناها شيء يحسب،
لكن نحن عندنا حاسوب معناه جهاز كمبيوتر. فهذا معنى كلمة مصطلح. مصطلح الحديث هو أن الحديث أو علم الحديث فيه مصطلحات: صحيح، ضعيف، حسن، مدلس، مردود الحديث، عدة مصطلحات كثيرة، مثلا منقطع، مقطوع. ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ ماذا تعني هذه المصطلحات؟ هذا ندرسه في شيء يسمى مصطلح الحديث. وتفسير مصطلح الحديث، أنا عندما أريد أن أفسر لك كلمة علي أن أفسرها بطريقة يمكنك أن تفهم هذه الكلمة من خلال ما سأفسر به. مثلا أنت لو سألتني ما معنى How are you؟ فآتي وأجيبك باللغة الإنجليزية When someone wants to ask you if you are good or not good, he just say How are you. أنت إذا كنت لا تعرف اللغة الإنجليزية لن تفهم ماذا فسرت لك أنا هذه الكلمة. فعلي أن أفسر هذا التفسير بذاته، علي أن أفسره بطريقة أستطيع من خلالها أن أوصل لك هذا التفسير. كذلك إذا سألتني ما معنى أو ما هي نظرية فيثاغورس، أقول لك مثلا أن مربع الوتر هو المتوسط الحسابي لمجموع مربعي الضلعين القائمين. أنت لم تفهم شيء، علي أن آتي وأفسر لك، أرسم لك مثلث، هذا اسمه ضلع قائم وهذا اسمه وتر، وأفسر لك بهذه الطريقة. هذا ما نسميه علم المصطلح، وهو الذي سندرسه الآن. دراسة علم المصطلح أو مبادئ علوم الحديث حقيقة هو من أهم الأمور، من أهم الأمور بالنسبة للعامي ولطالب العلم. طالب العلم أكيد لا شك أنه يجب عليه أن يتعلم هذا، مستحيل يكون طالب علم لا يتعلم ذلك. أما العامي كذلك، العامي عليه أن يتعلم على الأقل الحد الأدنى من علم الحديث لأسباب عدة. أولا، إذا جئتني وسألتني عن حديث فقلت لك هذا الحديث موضوع، كلمة موضوع يعني موضوعه جيد، يعني فيه موضوع مكتوب. ما معنى كلمة موضوع؟ ماذا أفهم أنا كإنسان عامي من كلمة موضوع؟ فهذه المصطلحات الأساسية في علم الحديث يجب على العامي أن يفهمها. كذلك لو قلت لك هذا الحديث حسن، كلمة حسن يعني الحديث جميل، فيه معاني جميلة. لا، أنا عندما أتكلم كشخص مثلا طالب علم أو شخص مختص بالحديث أو ما إلى ذلك، عندما أقول لك كلمة هذا حسن أعني به معنى معين، لا أعني حسن يعني جميل، لا، يعني شيء معين ندرسه بإذن الله. كذلك بشكل عام الهجمة الموجهة على علم الحديث اليوم، إذا لم نتقوى، إذا لم نعرف ما هو علم الحديث، قد نغتر إذا سمعنا كلام المتكلمين والطاعنين بعلم الحديث أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا لم يعرف هذا الشيء فلن يستطيع أن يميز قيمة الشيء دون معرفته معرفة جيدة. ولنفترض مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه أفضل البشر، سيد ولد آدم، لكن الإنسان الذي لم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف سيعرف فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أصبح سيد ولد آدم فعلا؟ لن يعرف. كذلك كثير من الأمور، الرياضيات مثلا، علم الرياضيات، قد يقول الإنسان 1+1=2، هذا هو علم الرياضيات، لكن عندما تتعمق فيه وتعرف على الأقل مبادئ علم الرياضيات ستعرف قيمة هذا العلم وتطبيقات هذا العلم. كذلك علم الحديث كأي علم، وخاصة كما قلنا أن اليوم عليه هجمة، فعلينا أن نعرف ما هو هذا العلم، لأن كثير من الأمور التي يتهجمون فيها على علم الحديث تجد أن جوابها أبسط من البسيط بمجرد معرفة ماهية علم الحديث. لن أطيل أكثر،
نتكلم عن أنواع علم أو أنواع الأحاديث عفوا. الأحاديث تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مقبول، القسم الثاني مردود. مقبول هي الأحاديث التي نقبلها ونأخذ منها الدين، مردود هي الأحاديث التي نردها، لا نقبلها لا نأخذ منها. المقبول هو الذي يشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن، المردود هو الحديث الضعيف والحديث الموضوع على كثرة أصناف الضعيف. الضعيف أصنافه كثر جدا، كلها يجمعها، حتى الموضوع هو صنف من أصناف الضعيف. بالنسبة للصحيح هناك صحيح وصحيح لغيره، وبالنسبة للحسن هناك حسن وحسن لغيره. هذه يجب أن نتصورها قبل أن نبدأ بالمصطلحات. أمر آخر ننبه إليه الآن بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف، عندما ندرس بعد قليل وفي الدروس القادمة بإذن الله سنجد أن الضعيف له مراتب، ليس كل ما قيل فيه ضعيف هو مساوي للضعيف الآخر. هناك ضعيف قريب من الحسن وهناك ضعيف قريب من الموضوع، مراتب كالسلم، تجد أنه فيه درجة عليا ودرجة سفلى ويبقى هو على ما هو. فكذلك الحديث الضعيف فيه درجات، درجة عالية ودرجة منخفضة. الحديث الذي كان ضعفه يسيرا، ضعفه يسيرا وكان في فضائل الأعمال، مثلا حديث جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس ضعفه شديدا، بعض العلماء قالوا نروي هذا الحديث لأننا لم نأتي بتشريع جديد، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، نحن نصلي عليه دائما، فإذا جاءنا حديث وذكر فضلا لهذه الصلاة فنتأسى به، نذكره من باب الحظ على الإيمان. حديث مثلا في صلاة الوتر، هناك صلاة نصليها، نحن صلاة الوتر نصليها، فإذا جاءنا حديث في ذكر فضلها فقالوا لا بأس أن نرويه. بعض العلماء قالوا الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، انتبهوا لهذه، ضعفا يسيرا. بعضهم قال قد نأخذ به في بعض الأعمال التي لها أصل شرعي، العمل يكون له أصل شرعي بالأساس، ورد بأحاديث ضعيفة لا بأحاديث صحيحة، لكن جاء الحديث الضعيف وذكر فيه بعض التفاصيل فنأخذ به على قولهم. والصحيح والله أعلم أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به، هذا الذي أرتاح إليه، وهذا مذهب كثير من أهل العلم من السلف أنهم لم يكونوا يعتبرون الحديث الضعيف سلامة لدين الإنسان، والإنسان مكلف بما صح من ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى، أبدأ بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدها. أقسام الحديث كثيرة عديدة، فجاء بعدة من هذه الأقسام وذكرها، لم يذكر كل شيء، منظومة مختصرة تنفع فقط كبداية، وهناك من توسع في متون أخرى. يقول وكل واحد، يعني كل قسم من الأقسام التي ذكرها، أتى وحده. عفوا، الحد هو التعريف، عندما نقول حد فهو التعريف. بداية علوم الحديث نذكر لمحة فقط عن نشأتها، وأنا جئت بداية بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، فدلت الآية على وجوب التثبت من النبأ، وجوب التثبت من الخبر الذي نقل إلينا. ها
هذا أصل من أصول الشريعة. أيضا ذكرت مثالا ما روي عن وهب ابن منبه قال: سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وهب ابن منبه هو من التابعين، وجابر جابر بن عبد الله صحابي، فجاء وهب إلى جابر فسأله: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فقال، يعني جابر، قال: نعم. هذا يدل على أن علم الحديث موجود من بداية عصور الصحابة، وطبعا هناك أحاديث عن الصحابة وكذلك عن التابعين كثيرة في مثل ذلك. ما وجه هذا الحديث؟ يعني لماذا أنا جئت به في الكلام، في سياق الكلام عن نشأة علم الحديث؟ الآن وهب بن منبه سمع هذا الكلام: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، سمعه من الناس، لكن هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ هو لم يعرف إذا كان فعلا نقل نقلا صحيحا أم لا، هل الناقل نقله نقلا خاطئا، فذهب إلى جابر بن عبد الله وسأله عنه فقال نعم. هنا تثبت من صحة هذا الخبر، نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا من خلال الصحابي جابر بن عبد الله. كذلك في حديث البخاري عن يسير ابن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال أيضا: فهذا من مجمل الأحاديث، سمع كثيرا عن الخوارج، فجاء إلى الصحابي يسأله: أنت سمعت شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج شيئا؟ فقال له: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. إذن منهج التثبت من الأحاديث موجود عند السلف منذ عصر كبار التابعين، بل ومن عصر الصحابة. وأساس هذا العلم، وأساس موضوع علم الحديث، موجود في الأذهان. يعني بعباراتنا نحن اليوم نقول علم منطقي، طبعا هو بعيد عن علم المنطق الذي يسمى علم المنطق، لكن علم منطقي معقول، معقول تقبله العقول والفطرة تقبل هذا، بل وتحض على هذا. يعني مثلا لو افترضنا هذا، أنا جئت إليك وقلت: قال فلان كذا. الآن أنت ستنظر إلي، هل أنا بالنسبة لك شخص صادق أو كاذب؟ هل أنا بالنسبة لك شخص مؤهل لأن أنقل هذا الكلام من هذا الشخص إليك أم لا؟ هذا ببساطة، هذا كثير من الناس يستخدمه. إذا جاءك شخص كاذب وقال لك: سمعت فلان يقول كذا، أنت فورا ستلقي بهذا الكلام الذي نقله إليك، ستلقي به ولن تكترث إليه، إذا كان هذا الشخص ليس كاذبا ولكن كثير الكلام. بعض الناس كثير الكلام، لا يكذب، لكن من خلال كثرة الكلام قد يضيف إضافات يعني في كلامه، فأنت ستقول: والله أنا إذا لم أتأكد وأذهب إلى ذلك الشخص وأرى هل هو قاله أم لا، أو أتأكد بالوسائل الأخرى، فلن أصدق هذا الكلام. هذا أمر فطري موجود عند الإنسان السليم. وهذا خلاصة علم الحديث، أو كلمحة عامة عن علم الحديث. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أولها، يعني أول الأقسام التي سيذكرها، أولها الصحيح، فهذا أول نوع من أنواع الحديث، وهو الأساس، لأن كل ما سواه ضعيف أو حسن، والحسن رتبة من مراتب الصحيح.
فنحن علينا كل علم الحديث أساسا لماذا؟ لكي نجد الصحيح، نميز الصحيح عن الضعيف. فالأساس هو الصحيح، وإذا عرفنا ضوابط الصحيح وشروط الصحيح سنعرف ما سوى ذلك، لأن كل ما هو ليس بصحيح فهو من الأقسام الأخرى التي فيها خلل. أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ما معنى الإسناد؟ الإسناد الآن لدينا راوي ولدينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا الراوي قد يكون ولد في عصر أو عاش في عصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البخاري. البخاري لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ونقل إلينا الحديث، البخاري عاش في القرن الثالث، توفى 256 للهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم توفى 11 للهجرة، بيناتهم تقريبا 200 سنة إلا قليل. فالبخاري عندما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا آتي وأقول للبخاري من أين جئت بهذا الكلام؟ أنت لم تسمع الرسول، لم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي البخاري بكل بساطة يقول أنا لم أسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعته من فلان. طيب نقول له أيضا فلان لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي فلان ويقول أنا سمعته من فلان، كذلك نقول لفلان هذا. لم تعجبني هذه هذا الشكل. طيب هو البخاري يقول سمعته من فلان شيخه، فلان الآخر يقول سمعته من فلان، فلان الآخر يقول سمعته من فلان، حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا البخاري في أول حديث رواه في كتابه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، قال حدثنا مكي ابن إبراهيم. طيب ومكي ابن إبراهيم من الذي حدثه؟ قال حدثه يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد من أين سمع الحديث؟ من سلمة ابن الأكوع. الآن أصبح لدينا سند متصل بحمد الله تعالى، كلهم سلمة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي يزيد بن أبي عبيد، وكذلك يزيد لقي المكي ابن إبراهيم، والمكي ابن إبراهيم لقي البخاري. اتصل عندنا السند، لأن لو افترضنا مثلا أن يزيد لم يلتقي بسلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع لنفترض أنه مات سنة 100، ويزيد ابن أبي عبيد ولد سنة 101، فإذا يزيد مستحيل يلتقي بسلمة. فبالتالي الحديث، هناك من نقل الحديث من سلمة إلى يزيد، نحن لا نعرف من هذا. ماشي؟ نعيد. الآن البخاري سمع من مكي، مكي سمع من يزيد، يزيد سمع من سلمة، سلمة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندنا إسناد متصل. افترضنا أن يزيد ولد بعد موت سلمة، إذن يزيد من المستحيل أن يلتقي بسلمة ابن الأكوع، مستحيل، ولد بعد ما مات هذا. إذن هناك شخص نقل الحديث في هذه الفترة من سلمة إلى يزيد، هناك من نقل الحديث، نحن نريد أن نعرف هذا. إذا لم نعرف هذا الشخص الذي نقل الحديث في هذه الفترة فالحديث ضعيف، لأننا لا نأخذ الدين عن مجاهيل. قد يكون هذا أحد أتباع مسيلمة الكذاب، إنسان كذاب، إنسان دجال، ممكن يكون إنسان مغفل نقل الحديث في هذه الفترة، نحن لا نعرف. إذا لم نعرف فنحتاط لديننا، مستحيل أن نأخذ حديث من مجهول. طبعا الإسناد، البخاري عن مكي عن يزيد عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد متصل. هذا موضوع اتصال السند.
هنا مثال رواه البخاري قال عن أبي سعيد الخدري، طبعا بإسناده إلى أبي سعيد الخدري لأن البخاري لم يلتقي به، لكن اختصارا نختصر السند لنصل إلى الشيء المرغوب. البخاري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له أن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبو سعيد سأل ابن عباس: هل أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله. ابن عباس يقول أبي سعيد الخدري: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبو سعيد الخدري يعني يكبره سنا. وعليكم السلام ورحمة الله. فيقول له: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. تتمت الحديث. هذا المثال ماذا نستفيد منه؟ ذكرت لكم قبل قليل عندما تكلمنا هنا عن أمثلة في نشأة علم الحديث، قلت لكم أن الصحابة كان عندهم هذا. فهذا أبو سعيد الخدري سأل ابن عباس: أنت من أين سمعت الحديث؟ سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نصدق، أم سمعته من شخص لنرى من هو؟ فقال: سمعته من أسامة. فاتصل الإسناد بين ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أسامة. طب ابن عباس رضي الله عنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، لكن هذا الحديث لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمعه من أسامة. فلو لم يذكر أسامة هنا السند أصبح فيه انقطاع. هذا سندرسه بعد دروس بإذن الله بالنسبة للانقطاع. نعم، لكن اتصل السند من خلال ابن عباس عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من هنا تثبت السلف من الأحاديث ومن الأسانيد. وكما قلنا أنه علم معقول جدا وفطري جدا، علم الحديث. هذا بالنسبة لاتصال السند. يقول: ولم يشذ أو يعل. شذوذ العلة ستأتي معنا في الدروس اللاحقة، لكن نرجئ الكلام عليها، سنتكلم عليها كلمحة الآن، لكن نتكلم عن ضوابط قبلها. يقول: يرويه عدل ضابط عن مثله. نحن ذكرنا هذا المثال، البخاري عن مكي عن يزيد عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث قلنا أن سنده اتصل، بخاري سمع من مكي، مكي سمع من يزيد، يزيد سمع من سلمة، سلمة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر الآن كما ذكرنا في المثال الذي هنا، إذا جئت إليك وقلت لك أن فلان قال كذا، فأنت ستنظر هل أنا أهل لأن تقبل الخبر الذي قلته لك؟ هل أنا إنسان صادق بالنسبة لك؟ هل أنا إنسان مثلا كثير الكلام، أو إنسان مثلا غير مؤهل لنقل الأخبار؟ قد لا يكون الإنسان كاذب، إنسان هذا الذي نقل الخبر قد لا يكون كاذب، لكن قد يكون عنده أمور تطعن في عدالته. وقد يكون عنده أمور تطعن في ضبطه. بداية ما معنى العدالة وما معنى الضبط؟ لو نقل لك هذا الشخص الخبر وكنت ترى أن هذا الشخص إنسان سفيه، صادق لا يكذب لكنه سفيه، أنت لن تقبل منه. لماذا؟ لأنه قد يكون نقل الخبر بحسب فهمه، وهو إنسان سفيه لا يفهم،
هذا طعن في العدالة. لماذا؟ لأن العدالة هي السلامة من الفسوق ومن خوارم المروءة. الإنسان الذي ينقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يسلم من الفسوق، لا يكون فاسقا، لا يكون إنسان شريب خمر أو إنسان زاني أو إنسان قاتل أو إنسان عنده فسوق. وكذلك يكون إنسان ذو مروءة، سنأتي إليها بعد لحظات. أيضا ضابط، لو كان هذا الشخص الذي نقل إليك الخبر سمع الخبر قبل سنتين مثلا، قال لك قبل سنتين والله حصل كذا وكذا، وأنت تعرف أن هذا الإنسان لا يتذكر ماذا أكل البارحة، فكيف ستصدق أنه حفظ الخبر الذي سمعه قبل سنتين؟ هذا موضوع الضبط. الضبط هو حفظ الراوي، إذا كان يحفظ الحديث وينقله كما سمعه، هذا الضبط. نتوسع فيها بعض الشيء بذكر الأمثلة بالنسبة للعدالة. أولا العدالة، نذكر مثالا ما رواه مسلم عن عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قلنا أن العدالة هي السلامة من الفسق وخوارم المروءة، وذلك بالتأكيد أنه لا يجب أن يكون يكذب، يجب أن يكون صادق الحديث، وهذا من سلامته من الفسق، لأن الكذب فسوق. فعمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. شوف، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهو لا يدري هل قال الرسول ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاث مرات. فمن هنا نجد عمران بن حسين لم يستسهل أن يقول مرتين، ولم يستسهل أن يقول ثلاث مرات، بل قال، ذكر أنه أنا لا أدري، أبرأ ذمته من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ينقل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دقيقا، فسلم لنفسه، قال أنا لا أدري قال مرتين ولا ثلاثة. هذا من حسن دين الرجل ومن صدق هذا الرجل، وإلا شخص يحدث بالحديث ويذكر فيه أخطاء كثيرة ولا ينبه عليها، لا، هذا ينبه أنه لم يعرف. أيضا نأخذ مثالا عن، طبعا الفسوق معروف أن إنسان فاسق قد يكون إنسان مبتدع، إنسان عنده بدعة معينة فيحب أن يروج لهذه البدعة، فماذا يفعل؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويغير شيء بالحديث، يضيف شيء بالحديث، أو يفتري حديثا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم ليروج لهذه البدعة، أو ليوهم الناس بشيء معين. فهذا الفاسق لا نقبل، إذا جاءكم فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، لا نقبل كلام الفاسق. قلنا خوارم المروءة، ما هي المروءة وما هي خوارم المروءة؟ باختصار المروءة أن يكون الإنسان هذا متزن، إنسان متزن، عاقل، راكز. خوارم المروءة هي الأمور التي تخرم هذا العقل وهذه الشخصية المتزنة للراوي. مثلا عن شعبة أنه قيل له: تركت حديث فلان، يعني لماذا تركت حديث فلان لا تقبله؟ قال: رأيته يركض على برذون. برذون حيوان مثل الحمار. فهذا شخص من المحدثين
كان مسيب البرذون ويركض وراه يلعب معه. شعبة ابن الحجاج هو من التابعين رأوه بهذه الحالة فقال أنا لا أقبل الحديث، اعذروني، هذا الشخص أنا لا أقبل أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتصف بالاتزان حتى أقبل منه الحديث. كذلك شعبة يقول قلت للحكم ما لك تحمل على راذان، راذان أحد رواة الحديث، فيسأل الحكم، شعبة يسأل الحكم لماذا لا تقبل من راذان، يقول قال كثير الكلام، يعني راذان يحب يجلس في المجالس ويتكلم كثيرا، والإنسان كما قلنا الذي يتكلم كثيرا فوق العادة هذا إنسان قد يأتي من خلال كثرة كلامه يأتي بكلام يعني يضيف إلى الكلام شيئا ليزيد من الحديث، يعني ليكثر من الكلام، فإذا حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يضيف إضافات ليزيد فيها الحديث ومدة الحديث ومدة الكلام فلا يقبل منه. أحمد ابن المقدام أبو الأشعث العجلي، أبو داود ترك الرواية عنه، أبو الأشعث العجلي هذا من رواة الحديث أيضا، أبو داود لم يقبل منه الحديث، فسئل لماذا؟ قال لمزاحه، يمزح كثيرا، إنسان يمزح لكن هذا كان يمزح كثيرا فلم يقبل منه الحديث، ليس شخصا متزنا أقبل منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فباختصار خوارم المروءة هي الأمور التي تكون أحيانا أمور معيبة وليست محرمة، أمور من العيب أن يفعلها الرجل مع أنها ليست حراما، مثل رجل يمشي بالسوق ويضع يده في أنفه، أو شخص يرقص، أو شخص أحيانا يغني، هذا لا يليق به، لا يليق برجل متزن يروي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فنقبلها منه. هنا خوارم المروءة، وننظر عندما ننظر إلى هذا التثبت عند أهل الحديث كيف أنهم لم يقبلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصححوه إلا عن رجل حتى في صفاته الشخصية كان إنسانا متزنا وعاقلا، بغض النظر تكلمنا عن حفظه أنه يحفظ الحديث حفظا، أو سنتكلم عن حفظه أنه يحفظ الحديث كيف، وأنه سالم من الفسق، سالم من الفسق. فنعم نتكلم الآن عن الضبط. الضبط قلنا أنه نقل الحديث كما سمعه، ينقل الحديث كما يسمعه، هذا هو الضبط. والضبط له نوعان، إما ضبط كتاب، نكتبها، إما ضبط كتاب أو ضبط صدر. فذكرت أمثلة على ذلك. ضبط الصدر الذي هو الحفظ، يحفظ الحديث، يحفظ ما سمع وثم يبلغ ما سمع. ضبط الكتاب يكتب ما سمع ثم يبلغ ما سمع من هذه الكتابة. البخاري قال روى عن ابن عباس قال فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. شوف توصيف ابن عباس رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث لم يكن يعني حديث تسلية، لكن وصف بدقة كيف خرج الرسول يده على رأسه. ماذا استفدنا من وضع يد الرسول على رأسه؟ لم تؤثر في الحديث هذه اللفظة، لكن دقته في حفظه ونقله لما رأى كما رأى، هذا الضبط. فسأذكر أمثلة عن حفظ الصحابة كيف كانوا يحفظون. عن هشام بن عروة
أو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: رويت للبيد نحو 1000 بيت. لبيد شاعر، فعائشة تقول أنها تحفظ 1000 بيت للبيد. لبيد وحده تحفظ له 1000 بيت. ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن ربيعة. طبعا هو القصة التي جرت لابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقف مع أحد أصحابه، فجاء شخص فقرأ عليهم قصيدة لعمر بن ربيعة 75 بيت القصيدة، وذهب هذا الرجل فأعادها ابن عباس على صاحبه، فقال له صاحبه: أنت تحفظ القصيدة من قبل؟ قال: لا، الآن سمعتها منه الآن، وحفظها وحدث بها كما حفظها. هذا الحفظ الذي نثق، عندما ينقل شخص مثل ابن عباس الحديث نثق أنه هذا الرجل بغض النظر عن أمانته يحفظ ما يقول، يحفظ ما ينقل من الكلام. لماذا لا تتحول على سكايب؟ لأنه يقطع. ما بعرف الصوت يقطع عند الجميع أم فقط عندك؟ أنا عادة لا يقطع. عموما سكايب سيكون صعب يعني، لكن إذا كان الصوت يقطع فننظر ماذا بإمكاننا أن نفعل. الزهري أيضا من التابعين وهو شيخ الإمام مالك يقول: إني لأمر بالنقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيهما شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. يعني الرجل يسد أذنيه عندما يكون يمر بمكان فيه معاصي أو مكان فيه فسوق أو شيء، أو مكان فيه كلام يقال غير جيد، فيسد أذنيه، لأنه إذا سمع هذا الكلام الغير جيد سيحفظ، سيحفظ. الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. نحن عندما نكتب بالقلم على الورقة سوداء في بيضاء، فيقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي. لأنه فورا سيحفظ الحديث من أول كلام، لم يتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حديث أي كلام يحفظه فورا. الحجاج بن نصير الفسطاطي كان معروفا بالحديث، هذا مثال عكسي. ذكرنا أمثلة عن حفظ الأئمة، والآن نذكر مثالا عن الحجاج بن نصير الفسطاطي. رجل كان معروفا بالحديث يحدث، فيقول الأئمة أنه كان يتلقن يتلقن. كان الناس يذهبون إلى المحدث، طبعا هو هذا المثال كان يجب أن أذكره هنا في ضبط الكتاب، لأن قلنا أن المحدثين كانوا يكتبون الحديث، بعضهم يحفظ حفظ صدر وبعضهم يحفظ كتابة. لكن حتى الذي حفظ كتابة، حتى الذي حفظ الحديث كتابة كتبه، هل نقبل لأنه كتبه ويحدث من هذا الكتاب؟ لا، نختبر، نرى هل هذا فعلا يحفظ ما في الكتاب، فيكون حفظ وكتابة، حفظ وكتابة، أو على الأقل يدرك ما في كتابه. قد لا يكون يحفظ ما في كتابه 100%، لكن مثل ما حصل مع حجاج ابن نصير الفسطاطي، ماذا كانوا يفعلون؟ يذهبون إلى الحجاج، نحن مجموعة 10 أشخاص ذهبنا إلى حجاج بن نصير وقلنا له: أعطينا كتابك، نريد أن نقرأه عليك لنأخذ السند منك. لأن إذا شخص قرأ على الشيخ والشيخ يستمع وأنا جالس، فأنا أخذت سندا من الشيخ كأنني سمعت الحديث منه.
فيجلسون، فالقارئ الذي يقرأ الحديث من كتاب حجاج، وحجاج يجب أن يرد عليه إذا أخطأ في الكلام، لهذا نقول أنني كأني سمعت منه. إذا أخطأ في الكلام القارئ سيرد عليه المحدث. فالقارئ ماذا يفعل؟ يقرأ الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، ثم يدخل حديثا ليس من الكتاب، ليس في كتاب الشيخ. فإذا الشيخ لم يرد عليه ويقول له أن هذا الحديث ليس في كتابي، من أين جئت به؟ إذا لم يرد عليه فنعرف أن هذا الشيخ لا نأخذ منه الحديث. فحجاج بن نصير الفسطاطي كان يحدث من كتابه، لكن كان يلقن. هذا يعني يلقن، يعني الذي يقرأ عليه الحديث يذكر أحاديث ليست منه فيقرها ولا ينكر هذه الأحاديث. وكذلك قد يلقن بطريقة أخرى، بأن آتي أنا مثلا إلى حجاج وأقول له أنا سمعت منك العام الماضي حديث كذا وكذا، فيقول لي نعم نعم، أنا أكون لم أسمع هذا الحديث منه، أنا أكون لم أسمع هذا الحديث منه. فإذا قلت أني سمعت منك وقبل، بالتالي أنا أرفض هذا الإنسان وأترك الحديث الذي من طريقه. سئل أبو زرعة عن أبي عوانة فقال بصري ثقة إذا حدث من كتابه. الآن أبو عوانة مثلا عنده كتاب ويحدث إما من الكتاب أو من حفظه، فإذا حدث من الكتاب يقول أبو زرعة أنه ثقة يؤخذ منه الحديث، أما إذا حدث من حفظه قد يخطئ، عنده أخطاء بالألفاظ، ممكن اللفظ هكذا يأتي به على شكل آخر. فبعض المحدثين يقبلون إذا حدثوا من كتبهم فقط، بعض المحدثين الثقات الأثبات الحفاظ لا نحتاج إلى أن نذكر هذا الشرط أن يحدث من كتابه. كذلك الذي يحدث من كتابه عليه أن يحفظ هذا الكتاب، أولا يكتب بيده، لأن الإنسان هذا إذا كان إنسان طبعا ثقة، نحن نثق به، نثق بكتابته، نثق بما يكتب، لكن قد يملي على أشخاص يكتبون له، وهؤلاء الأشخاص قد يضيفون حديث لم يرويها هذا. فالذي يحدث من كتابه عليه أن يكتبه بيده، عليه أن يحفظ هذا الكتاب لا يعيره لأحد، قد يعيره ينقص منه ويزاد، الذي يستعير الكتاب قد ينقص ويزيد فيه. فأيضا التحديث من كتاب فيه شروط وضوابط عديدة. حفص بن غياث يقول يعقوب بن شيبة ثقة ثبت يتقى بعض حديثه وإذا حدث من كتابه فثبت، أيضا نفس الشيء، رجل حافظ هذا وقد يخطئ، يتقى بعض حديثه، لكن إذا حدث من كتابه فثبت، اقبلوا منه. سفيان بن وكيع الرجل كان صدوقا في الأصل، إلا أن حديثه سقط بسبب وراقه، كان يدخل عليه الأحاديث ونصحه فلم يستجب لهم حتى اتهمه أبو زرعة بالكذب. سفيان بن وكيع كما قلنا كان يجعل أحد الناس يكتب له ذلك الكتاب، هذا الذي يكتب له يسمى الوراق. فهذا الوراق كان إنسان خبيث، يضيف أحاديث من عنده أو يعني يأتي بها ليست من أحاديث سفيان بن وكيع ويكتبها في كتاب سفيان، وسفيان نبهوه يقولون له هذا الرجل هذا خبيث، لا تتركه يكتب لك، لكن أبى. فقال أبو زرعة أن سفيان بن وكيع متهم بالكذب، واليوم نحن لا نقبل أي حديث من سفيان بن وكيع بسبب ذلك. فهنا دقة الأئمة في ضبط كل راوي، يعني علم الحديث. البعض يظن أننا إذا جئنا إلى الحديث ننظر إلى الإسناد
إسناده متصل، فلان ثقة 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 ثقة، خلاص الحديث صحيح. لا، كل شخص علينا أن ننظر في كل شخص من الذين رووا هذا الحديث، علينا أن ننظر في حاله، وعلينا أن ننظر في الحديث بشكل عام كما سيأتي معنا بعد قليل. علم العلل، علم العلل أمر رهيب يا إخوة. فالآن غالب الذين يدرسون علم الحديث، طلبة علم الحديث اليوم، كثير منهم ينظر إلى الإسناد فقط، ينظر إلى الاتصال، اتصال السند وعدالة الرواة، اتصال السند وعدالة الرواة، ثم يصحح الحديث. مع أن الحديث قد يكون فيه انقطاع نص عليه بعض الأئمة لن تعرفه من خلال تواريخ الوفاة وتواريخ الميلاد وما أشبه ذلك. فأذكر مثال حتى يتضح ما أقول. الترمذي روى حديثا في كتابه قال: حدثنا أحمد ابن منيع قال، طبعا أنا ذكرت مثلت الإسناد هنا، فيقول: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. الآن تنظر إلى السند، سند متصل، إذا نظرت إلى السند وتتبعت سير الرواة وتواريخ المواليد والوفيات تجد، وعليكم السلام ورحمة الله، تجد أن الإسناد متصل، متصل. الحكم هنا الذي أريد أتكلم عنه، الحكم ومقسم التقيا، ليس فقط متصل أنهما عاشا في زمن واحد وكان هناك إمكانية للقائهما، ثبت أنهما التقيا، لكن قال الأئمة أن الحكم سمع من مقسم 5 أحاديث فقط، أو 5 أحاديث فقط، وهذا الحديث الذي هو ذكر السرية هذه ليس من الأحاديث الخمسة التي قال الأئمة أنه سمعها من مقسم. انظر دقة الأئمة، يعرفون أيضا ماذا سمع. فنعم، فعندها هنا حصل انقطاع، هنا حصل انقطاع في الحديث. إذا نظرنا إليه بشكل عام دون أن ننظر إلى نصوص الأئمة النقاد، سنقول أن الحديث متصل الإسناد، لكن عندما نرى نصوص الأئمة نعرف أن هذا الحديث ليس من الخمسة التي سمعها الحكم عن مقسم. طيب الحكم عن مقسم كيف يقول الحكم، كيف يروي عن مقسم حديث لم يسمعه؟ الحكم كان يروي عندما سمع هذه ال5 أحاديث، أخذ كتاب المقسم نسخه وكان يروي منه، أو ليس هو نسخه، يعني كان هناك نساخ يعني ينسخون له. المهم أنه كان يروي الأحاديث قراءة لم يسمعها من مقسم، فبالتالي كل أحاديثه عن مقسم عدا الخمسة التي نص عليها الأئمة أحاديث مرفوضة لا نقبلها، هناك انقطاع، يجب أن يسمعه من مقسم أو يقرأه على مقسم، لأن إذا كتبت كتاب الشيخ قد كلمة قد أظنها كلمة أخرى، تعرفون كانوا يكتبون بدون نقاط وبدون حركات تشكيل، فالآن أنا لو كتبت بخط يدي على سبيل المثال، أين تضع الكتابة هذه؟ مثلا كتبت هذه وكتبت هذه، شبيهة جدا ببعض، لكن أنا أريد هنا محمد وهنا عمر، هناك شبه كبير بين الكلمتين، قد يكتب اسم راوي بشكل خاطئ، قد يكتب أحد أو كلمات
من الحديث بشكل خاطئ. لهذا نقول أن عليه أن يذهب إلى الشيخ ويطلب منه أو يقرأ الكتاب عليه حتى نثق بهذا الكتاب. أذكر مثالا أخيرا وننهي بإذن الله فقد أدركنا الوقت. مثال الأخير، أنا قلت أن علم الحديث ليس 1+1=2، كل حديث له قصة، كل راوي له قصة، راوي عن راوي، راوي عن راوي، الحكم نقبل أحاديثه ومقسم نقبل أحاديثه، طبعا الحكم عنده تدليس يعني، لكن لا يعتبر من المردود من مردودي الحديث، لكن عندما يروي عن مقسم بالذات عندنا لا نقبل إلا 5 أحاديث. فكل حالة، كل حديث، كل إسناد له وضع خاص. الآن أنا كل تقريبا غالب الأمثلة التي ذكرتها الآن أذكر مثال عكسي. إذا كان في الحديث راوٍ ضعيف قد يصح الحديث. الآن هذا الحديث ليس فيه راوي ضعيف بل ظاهره الصحة، مع ذلك وسنذكر أمثلة في عندما نتكلم عن العلل، الحديث ظاهره الصحة مع ذلك نضعف الحديث، والحديث هنا قد يكون ظاهره الضعف، ليس ظاهره الضعف لكن فيه ما قد يظن البعض أنه ضعف، ومع ذلك الحديث يكون في أعلى درجات الصحة. مثل الحديث في صحيح البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث فيه إسماعيل، هذا إسماعيل بن أبان، هذا الرجل متهم بالتشيع، إسماعيل بن أبان رجل متهم بالتشيع، وقلنا قبل قليل أن المبتدع لا نقبل منه الحديث، فكيف يرويه البخاري في صحيحه، في صحيحه الذي تحرى فيه أن يكون أصح الأحاديث فيه. هنا ننظر إمامة البخاري، الحديث هذا ماذا فيه؟ متن الحديث لا نورث ما تركنا صدقة. ما مشكلة إسماعيل بن أبان؟ أنه متهم بالتشيع. الحديث هذا ينسف أصلا من أصول الشيعة، أصل من أصول الشيعة، القصة التي يقولون ما جرى بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما، أرض فدك، قصة مشهورة لمن اهتم بأمر الشيعة، خلاصتها أن فاطمة كانت تريد هذه الأرض، أبو بكر رضي الله عنه قال لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. هم الشيعة جاءوا بهذه القصة وقالوا أن أبو بكر رضي الله عنه أخذ الأرض من فاطمة، يعني منع فاطمة أن تأخذ ميراث أبيها. فهذا الحديث يهدم أصل من أصول الشيعة، يهدم افتراءهم على أبو بكر أنه أخذ الأرض ظلما وعدوانا، مع أن أبو بكر يعني ضمها لمال المسلمين، وعلي رضي الله عنه لو كانت من حق فاطمة، علي أصبح أمير المؤمنين وكان يستطيع أن يأخذ الأرض ويعطيها للحسن والحسين، ولأنهم يعني بعد موت فاطمة هم الورثة، لكن لم يأخذها، بقيت في أموال المسلمين، وهذا منه يعني من الردود عليهم في هذه القصة، لكن الحديث هذا يرد عليهم. فلماذا قبل البخاري حديث إسماعيل ابن أبان الذي متهم بالتشيع، قبل منه هذا الحديث؟ لأنه مستحيل يكذب في هذا الحديث، لأنه يرد على الشيعة، الحديث هذا يرد على الشيعة، فمستحيل شخص شيعي يروي حديث يرد على نفسه ويكذب فيه. طبعا حديث رواه البخاري بأكثر من إسناد، هذا أحد الأسانيد. فهذا مثال على حديث قد يظن البعض أنه فيه رجل متهم بالتشيع، كيف يروي البخاري؟ لا،
الأئمة يعرفون ماذا ينطقون وكيف يروون رحمهم الله تعالى. ننتهي هنا ونلتقي إن شاء الله في يوم السبت بنفس التوقيت. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.